السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون اموركم هانيه. غادي تشوفوا اكيد انني كنت درت هذا الفيديو ومسحته بالنسبه للبنات اللي تطلع لهم النوتيفيكاسيون، لانني غلطت في البري ديال المونطو. بالنسبه للزهر كلها دابا ب 1200 درهم، وكاين جوج ديال الموديلات اللي دايرين 1250 درهم. فغادي نحاول هنا نوريكم جميع الموديلات اللي كاينين. اللي بغات تشوف الالوان ديالهم وداكشي راه دوزت لايف البارح، غادي اكيد غتكونوا شفتوه. فكاين المنطوات اللي غزالين بزاف، انيقين راقيين جدا. حاولت انني ندير لكم بخي اللي ما يمكنش تلقاو زهر بهذا الثمن ابدا. يعني هبط لكم البخي لواحد الدرجه اللي حتى الناس صراحه جاوا تقداوها اليوم السبت، ما شاء الله خداو كميه اللي كبار. دونك اللي مازال محتاجه شي حاجه ولا اللي مازال باغيه هذا البخي هذا اولا هاد لي مونطو ديال زهر بهاد لو بري هذا، بحال هذا بعدا ب 1450 درهم، 1250 درهم عفوا، 1250. قلت لكم اللي باغيه بهاد لو بري هذا بلو بري ديال ان زهر هابطه بهاد الثمن هذا، فاستغلوا الفرصه، استغلوا هاد الويكاند هذا ان شاء الله. فهنا تنوريكم الموديلات بالنسبه اللي طاي ديالهم اغلبيه فيهم من 38 حتى 48، وكاين شي موديلات اللي فيهم حتى 52 54. غادي نخلي لكم النمره ديال وجدان والنمره ديال ايمان والنمره ديال اسماء والنمره حتى ديال خديجه اللي في الرباط. الا بغيتوا شي طاي، بغيتوا نصور لكم موديلات اخرين، فما كاين حتى شي مشكل. حتى هذا من المنطوات الدودون الغزال بزاف، حتى هو الثمن ديالو 1250 درهم. هادو هما جوج اللي قلت لكم، هذاك الكامل اللي دوز وهذا، هاد جوج اللي دابا 1250 درهم. فالباقيين كلهم ب 1200 درهم. استافدوا بزاف من هاد البرومو هذا، استافدوا منه. شوف مونطو غزال بزاف، كاين عاوتاني حتى الطويل، السيدات اللي تيبغيو شي حاجه طويله حتى لتحت. هذا في الرباط ما بقاش للاسف، في كازا باقين شي بياسات قلال، هذا باقي في كازا بياسات قلال. حتى هذا من الثمن ديالو 1250 درهم، 1250 درهم. كاين حتى تريكوات البنات اللي باغيين يشوفوا هادو ملبوسين، حاولت نحطهم لكم حتى في هذا الفيديو هذا ملبوسين. شوفوا معايا جوج بياسات الثمن ديالهم 500 درهم، اللي هو ثمن صراحه كل شيء يقدر ياخذ به، شي حاجه راقيه جدا. كاين عاوتاني منطوات الثمن ديال هذا 800 درهم، فيه اللي طاي من 38 حتى 48. جواكت فيهم موديلات غزالين مختلفين، كاين بزاف ديال لي موديل، بزاف ديال لي موديل. كاين هاد ستيل هكا قصير، كاين طويل، كاين مبطن، كاين لي امبيرميابل. والبري ديال الجواكت كيتراوح ما بين 520 درهم حتى 800 درهم. كاين هكا لي كارديغو فحال هكا محلولين، تيجيو هكا محلولين. كاين لي روب طوالين ديال البرد بطبيعه الحال، يعني لو شوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما يمكنش تجي المحل اليسر شوب او محلات اليسر شوب في الدار البيضاء او في الرباط وما تاخذيش شي حاجه اللي تناسبك، لان فريمون كاينه كاين لو شوا، كاين لو شوا ما شاء الله. كاين حتى هاد هادو البنات الثمن ديالهم 600 درهم، فيهم لي طاي من 38 فقط حتى ل 44، ممكن تلبسها حتى مولات 46. كما العاده البنات اللي خارج الدار البيضاء ممكن تعطيو العبارات، العبار ديال الكتاف والعبار ديال الصدر، يعني عطوهم البنات يعبروا لكم المونطو اللي يناسبكم. كيف شفتوا فيه ثلاثه ديال اللوينات اللي هما هادو غري الغوز وهذاك الماغون. كاين الكوير، الكوير كاين البنات على جوج ديال الشكل، كاين على هذا الشكل، هذا غوب طويل حتى لتحت اللي طايل فيها من 38 حتى 44، فيها داك الكامل وفيها هذا الماغون. اغلبيه هذا هما اللي تيخرج في السكاي، هاد جوج اللوينات هما اللي تيخرجوا في السكاي. كاين كذلك هاد المونطو هذا بقاو فيه للاسف غير 38 و 40، هاد الشيء اللي بقى في هاد اللون هذا. هذا مونطو اللي راقي جدا، سخيخن، الثمن ديالو 650 درهم، فيه لاطاي حتى ل 48. عبرو كي قلت لكم مع البنات عطيهم العبارات ديال الكتاف وديال الصدر باش يعبروا لكم. في السكاي كاين كذلك هذا راه فيه من 38 حتى ل 50، ما شاء الله غزال 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 غزال. السيده اللي ما تيبغوش حاجه سخونه. عاوتاني في الجواكت كي قلت لكم كاين لو شوا، كاين لو شوا ما شاء الله، كاين لو شوا في الجاكيطات، في الستيلات ديال الجاكيطات، في لي مونطو ديال الكاشمير، في لي مونطو اللي خفاف، في لي تريكو. المهم
مرحبا بكم مرحبا بكم. غادي نخلي عليكم في اول تعليق نوامر ديال التليفون ديال كازا وديال الرباط كيف قلت لكم. اللي بغات تجي عند المحل مرحبا بها، تاخذ لوكاليزاسيون من عند البنات. اللي بغاتنا نصيفطوا ليها السلعه راه كي قلت لكم تنصيفطوا لجميع المدن المغربيه، تواصل معنا في الواتساب وحتى توصلك سلعتك كتخلصها. تهلاو ليا فريوسكم وتصبحوا على خير. السلام عليكم. قبل ما نمشي البنات غادي نقول لكم باللي في محلات ديال اليوزر شوب راه تنحلوا جميع الايام، يعني حتى نهار الاحد ان شاء الله تنكونوا حالين، من غير في الرباط ما كنحلوش الجمعه، في الرباط فقط. اما السبت والحد راه في كازا ولا في الرباط حالين. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم وتهلاو ليا فريوسكم. السلام عليكم.